أثار قرار ديوان الخدمة المدنية يوم أمس والخاص بتحديد ساعات عمل الجهات الحكومية الكثير من اللغط في شبكات وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم راح نتكلم بشكل مفصل عن هذا القرار مع ضيوفنا، وبداية نرحب بالأستاذ عبد الرحمن غانم الغانم، وهو رئيس نقابة العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية. مساك الخير أستاذي، حياك الله ويهلا مرحبا فيك. الله يطول في عمرك. أهلاً وسهلاً على هذا الاستضافة الجميلة. شكراً على قبولكم هذه الدعوة. كل عام بخير وعيدكم مبارك. وأنت بصحة وسلامة. وأيضاً أرحب بالأستاذ سعيد الهانجري، وهو نائب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين. مساك الله بخير أستاذي. حياك الله. أهلا مرحبا فيك. أهلا فيك. كل عام بخير وعيد عليك مبارك. وأيضاً أرحب بالأستاذ خالد المشاري، وهو أمين سر نقابة المدنيين بوزارة الداخلية. مساك الله بخير أستاذي. مساك الله بالخير حبيبي. أهلا مرحبا فيك. طول عمرك. نورنا. نور نورك. وعيد عليك مبارك. كل عام بخير. قواكم الله وبارك الله فيكم وبارك الله في جهودكم ودوركم الجبار اللي قاعد تقومون فيه، وتمثلون يعني الجهات المدنية العاملة بدولة الكويت. وأعتقد اليوم آراءكم ووجهة نظركم هي مهمة بالدرجة الأولى، بحيث أنها تعبر عن هذه الحالة وهذا الموقف اللي نحاول أن نصل فيه إلى اتفاق ما بيننا وبين الطرف الآخر. إحنا مو في جدال ولا في على قولتهم يعني فرض آراء، ولكن هي إحقاق الحق يعني، ولا يمكن أحد أن يعني يحيد عن هذا الطريق من الجهتين. فشكرا لكم على الجهود اللي تقومون فيها وعلى تواجدكم معنا. ابتدي معاكم في هذا السؤال العام يعني، واسمع اجابات حضرتكم في هذا الموضوع حول هذه الضجه اللي حصلت حول القرار الاخير اللي سمعناه، وهو عدد ساعات العمل، علما بان وضحت الجهه المعنيه بهذا الامر وهو ديوان الخدمه المدنيه بان هذا القرار احنا نصدره من عام 2006 ولا جديد في هذا الامر. راح ابتدي مع الاكبر سن. منو؟ لا مو الاكبر سن، منهم اشياء. قطيتوها براسي. لا جدي يا شادي، تفضل طال عمرك. اعطيك اياها مفصل. هو صح الكلام ان هذا كان فيه زين مرسومين، مرسوم صدر اللي هو رقم 15 سنه 79، والمرسوم الثاني نزل من غير رقم هم بتاريخ 4/4/79 بالضبط. زين، المرسوم الاولاني كان من 40 ماده، المرسوم الثاني اللي نزل 90 ماده. الناس اختلط معها الامر، هم مرسومين، المرسوم الاول قالوا 40 ماده، لا في مرسوم ثاني نزل من غير رقم هم في 4/4/79، هذا جاء على 90 ماده، استندوا على الماده 82 في ديوان الخدمه المدنيه اللي هو ينظم ديوان الخدمه المدنيه. نعم. يعني مرسومين، مرسوم الاولاني اللي هو حق ديوان الخدمه المدنيه، والثاني ينظم ديوان الخدمه المدنيه. والمرسوم الثاني يعني صحيح المرسوم الثاني مع الاول، واستندوا عليه في الماده رقم 41 على 2006. زين، في القرار اللي اصدروه امس اللي تكلموا فيه اللي هو عن ساعات العمل، وبعدين كانت ساعات العمل منظمه على مجموعتين، مجموعة دام 7:30 وتخلص 2:30، ومجموعة دام الساعة 8 تخلص الساعة 3. نعم. موجود ترى هذا كله بالقرارات ديوان الخدمة المدنية. السؤال هني وينكم عن هذه القرارات من قبل؟ ليش بهالوقت المحدد أنتم بديتوا الحين تتكلمون فيه وتطبقونه؟ ولا هو موجود ترى؟ موجود مو مطبق؟ موجود مو مطبق. طيب شنو التطبيق الان اللي اختلف؟ يعني هي نفس يعني عدد ساعات العمل والقرار من 2006. يعني خلينا نسمع الاخوي هنا، خلينا تعليقك استاذ الممثل الاسكان استاذ غانم، تفضل عبد الرحمن. بالنسبه لي اول مره اسمع فيه القرار هذا، يعني يمكن ابو مشاري يعرفه، لكن انا عن نفسي اول مره اسمع فيه. ممكن هو كان القرار موجود لكن بالادراج، اما سالفه انه كان موجود من قبل وطالع قدام جميع الموظفين، هذا الكلام انا ما اعرفه. اللي هو اللي صدر القرار هذا ان الدوام الساعه 7:30 والتاخير نص ساعه. لا شوف، هذا معمول فيه اللي هو تاخير نص ساعه، معمول فيه، معمول فيه تاخير نص ساعه من 7:30 الى 8، ومن الساعه 2:00 الى 2:30، هذا معمول فيه يعني نظام. طيب. موجود، لكن الوضع الحالي انه لا، يبونك تصير موجود القرار اللي تو طالع، يبون يعني ما في فتره سماح، هم ما يبون فتره سماح. فتره السماح نص ساعه؟ النص ساعه، الظاهر انه ما يبونها يعني القرار اللي طلع يعني الحين. طيب استاذ سعيد، في بدايه حديثك بتركي قلت انتم مسؤولين عن العاملين في جهاتكم. نعم. اللي يفترض ان احنا مربوطين في الديوان كوزارات دوله مع الديوان مباشره، في اي قرار من الواجب انه ياخذ يستشف راي النقابيين. بالنهايه احنا والديوان لخدمه الموظفين. صحيح. الديوان عندما قال ابو مشاري انه في مرسوم 79 في انشاء مجلس في انشاء ديوان الخدمه،
نظم له جميع قرارات ما هي بس مخصوصة بالدوام والبصمة وثنتين ونص وسبع ونص واطلع ثلاث أبدا. هذا القرار اللي طلع أمس وأثاروه في السوشيال ميديا صار عليه ضجة، لا هذا معمول فيه، ما في جهات تداوم من الثمان للثلاث، وفي جهات تداوم من سبع ونص إلى الثنتين ونص، عندهم النص ساعة اللي قلت. طيب سماح معمول فيه طيب. هذا القرار، ولكن ما يعيب عليه واللي زعل الناس أن ديوان الخدمة جل اهتمامه تنفير الموظفين الدولة، موظفين الكويت ما يعاملون بهذه الطريقة، ما هي بصمة بس وعمل من الثنتين ونص من السبع ونص إلى الثنتين ونص، بالعكس يفترض في ديوان الخدمة في أبسط شيء، يعني عندنا قرارات مراسيم، يعني مرسوم، أعطيك بس على سبيل المثال مرسوم القياديين، أكثر ناس يتجاوزون في هذه المراسيم وهذه القوانين هي ديوان الخدمة. قصدك لحالة التقاعد؟ سواء لحالة التقاعد أو عندك فرضا المكافآت، أعمال الممتازة. نعم. الحين أعمال الممتازة قانون ديوان الخدمة أعطى الموظف 90 يوم، بعد هذه 90 يوم له الحق بالحصول على الأعمال الممتازة. راحوا في 2016 نزلوا قرار أنه 180 يوم، هذه واحد. اثنين، العلاوات الدورية، حق الموظف. أنت كيف تبيني أبدأ في بيئة طاردة لي؟ الجهاز الرقابي اللي علي كموظف دولة يحميني، يفترض يحميني من وزارتي، وهو قاعد ضدي في قراراته في كل شيء. الحين اعتقد بكل شيء هذا اجحاف بحق الديوان. لا في تظلمات كثيره يعني رفعت الديوان واخذ فيها. انا اقول لك ليش ابو تركي، ليش مو اجحاف؟ الحين الديوان من اصدر من سنه 79، الزياده او العلاوه ب 10 دنانير سنه كم؟ 79. الى اليوم زيادتي انا 10 دنانير، انا جامعي وخدمه 10 دنانير. ما عندك في القانون اللي يسمح لك، مو تروح تتجاوز القوانين، عندك في القانون يسمح لك ان كل 5 سنوات تشوف حال ابن البلد وتطالع. احنا مشكلتنا اخوي بتركي والاهل والاخوان ان من ياخذ هذه القرارات منو؟ اذا انت اعطيت قرار من البديهي تطلع تقول حق الشارع يا جماعه احنا حطينا هذا القرار عشان هذا الامر وهذا الامر. اما تطلع قرارات تجتمعون معاهم وتاخذون هذا احنا للاسف وتشعرون. احنا للاسف اقولها يعني بكل صراحه، نعم، والشعب يسمع الحين، بالعكس مبعدين يا اخي. ابسط حقوقنا كنقابيين ان مثل هذه القرارات يفترض احنا موجودين، احنا نسال. انا اسالكم الحين والاخوان موجودين، بديل استراتيجي كم صار لك تسمع عنه؟ كلنا هذا موضوع حتى انا ما بيطلع على الموضوع. لا انا حرجع انا برهن لك بتركي بس واضح كلامك بس خلينا ناخذ اذا الاخوان حتى نفهم هذه القضيه. الى الان ما وصلت الفكره الصراحه، ليش هذه الضجه في هذا القرار كون انا معمول فيه من زمان مو جاري؟ ليش بالضبط؟ شوف صدقني ترى انا مو مع الديوان الخدمه ولا مع، بالعكس انا مع المواطنين، طول عمري مع المواطنين، لان انا قاعد اخدمهم، انا في مكان اني اخدم هذيل المدنيين او الموظفين بالداخليه. نعم. ترى على فكره في بعض الاماكن مثل خلينا نقول مثلا الوزاره اللي انا امثلها، زين، الشؤون الاداريه ترى مرات قاعد تعط قرارات ما قاعد ترد على ديوان الخدمه المدنيه، يعني تحط قرارات ضد المدنيين. ما هم موظفين وانت تمثلهم. اي مو انا لما اتكلم معهم يا جماعه هذا ضد قانون ديوان الخدمه المدنيه، ما يسمع لك، هم صح وانت غلط. طيب حول هذا الموضوع اللي قاعد نتناقش عنه اليوم، خلني نشكر قبول هذه الدعوه عبر الاتصال الهاتفي ونقول كل عام وانتم بخير وعيد عليكم مبارك السيد وكيل ديوان الخدمه المدنيه السيد محمد الرومي، مساك الله بالخير وحياك الله. حياك الله ان شاء الله في حاله فيك. يا هلا مرحبا استاذي. استاذي حول هذا الموضوع وهذا وهذه الضجه حول هذا الامر وهو القرار اللي تفضلتوا فيه بان من 2006 معمول فيه وينشر هذا القرار وتستنكرون مثل هذا الحدث اللي ظهر والتفاعل اللي ظهر مع هذا الموضوع، كنتم من 2006 تنشرون هذا القرار. اثنين، نبي نعرف الموضوع بالضبط شنو هو اشكاليته، ان كان في اشكاليه، ولنا العمل هل فعلا معمول فيه، وين الغلط بالموضوع اللي هو ساعات العمل من الساعه 7:30 والسماح نص ساعه ويطلعون الساعه 2:30. نعم. حياك الله اخوي راشد ونشرف فيكم ونشكر تلفزيون راي على متابعه الموضوع هذا وتعطي الفرصه لنا للتوضيح للاخوه المواطنين والموظفين بالذات حول هذا القرار.
مثل ما ذكرته يعني هذا القرار هو قرار ليس جديد، هو قرار اعتيادي وروتيني ويصدر دائما بتحديد ساعات الدوام وتحديد ساعات العمل اللي لازم يلتزم فيها الموظف في أي جهة حكومية بالكويت. نعم. فبالتالي يعني هذا القرار معمول فيه من 2006، وسبق يعني أن صدر عدة قرارات مشابهة له، لكن هذه السنة ما أعرف ليش أثيرت هذه الضجة حول هذا القرار. قرار حدد ساعات العمل، قسم الوزارات إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تبتدي من الساعة 7:30 إلى الساعة 2:30، والمجموعة الثانية من الوزارات تبتدي من الساعة 8 إلى الساعة 3 بعد الظهر. نعم. وكل جميع الوزارات راح تكون 7 ساعات عمل، وهو هذه عدد الساعات اللي جاري العمل فيها طوال السنوات الماضيه. طيب استاذي، هناك يعني مع الاخوان المتواجدين معي ذكروا قبل قليل بان الديوان يسعى الى الغاء فتره السماح اللي هي نص ساعه، مدى دقه وصحه هذا الكلام؟ لا هذا مو صحيح ابدا، القرار كان واضح وحدد ساعات السماح. حسب ما هو معمول فيه في القرار رقم 4، القرار رقم 41 على 2006 الخاص في هذا الموضوع. نعم. واللي هي نص ساعة عند بداية الدوام. نعم. وكذلك ربع ساعة بالنسبة للأخوات عند نهاية الدوام، بحيث أن طيب. يقدرون يبصمون ويطلعون قبل نص ساعة. نعم. من نهاية الدوام. طيب أستاذ محمد، اللي بعد الساعة 8:08 ودقيقة، هل يتم الخصم على الدقيقة أو يتم الخصم النص ساعة؟ لا النص ساعة طبعا، النص ساعة يتم الخصم. النص ساعة متاحة، وهو هذا نفس المعمول فيه يعني طول السنوات. طيب. الماضية يعني ما في شيء تغير هالمرة. طيب برأيك شنو الضجة اللي حصلت هذه، على أي أساس؟ والله ماني عارف، لأن هل أن تم تحديد في القرار نفسه ساعات دوام عددها 7 ساعات لكل الجهات الحكومية. نعم. وهذا هو المعمول فيه يعني دائما. طيب هل نسقتوا مع جهات معنية بالدولة بالقرار يطبق عليهم لأول مرة مثلاً، أو يعمل في هذا القرار في جهات أول مرة تعمل في هذا القرار؟ لا لا لا، ما في جهات، كل الجهات الحكومية من زمان دائماً 7 ساعات ودائماً محددة عدد ساعات العمل فيها. الداخلية، التربية، الإسكان وغيره كلهم؟ كلهم 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 يعني كلهم. طيب. عدد ساعات عملهم. طيب هناك هيئات ومؤسسات لا تندرج تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، هل يطبق لا. عليها هذا القرار؟ اللي عندها ساعات عمل خاصة فيها مثل الجهات المستقلة. نعم. مثل شركات النفط وغيرها، هذه لهم يعني ساعات عملهم المخصصة. لا وعلى العكس يعني عدد ساعات عملهم ممكن 8 ساعات أكثر من أكثر. الحكومة. طيب. ساعات. طيب أستاذ محمد، أنا في من ضيوفي في أسئلة لحضرتك، بس يبغى نتوجهون لك بسؤال. أعتقد. نعم. أخوي سعيد تفضل سؤالك. نبي بس نعرف إن شنو صار على البديل الاستراتيجي، هذا موضوع ثاني يعني. استاذ سعيد، موضوع اخر ابي في موضوعنا في لقائنا. استاذ محمد، في لقائنا هذا موضوع في لقائنا. في لقائنا. نعم. سؤال، ايش معنى في هذه الفتره؟ نعم. بث هذا القرار. نعم. زين. والساعه كم؟ الساعه 7 يعني، متى قعدوا؟ الساعه 7 شنو؟ الساعه 7 الصبح. طيب نزل هذا القرار ليش؟ لماذا هذا التوقيت؟ ليش 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 عند دائما قراراتنا. نعم. ما تكون مدروسه ويطلع مثل الحين. احنا نشكر الاخ محمد. نعم. خروج اليوم وتوضيحه. طيب سؤالك استاذ سعيد، انا وقت انا سؤالي ليش لماذا بهذا التوقيت، لماذا بهذا التوقيت تحديدا، وهل هناك نيه. نعم. لمد ساعات العمل في وزارات. طيب. الدوله واضح لغايه الساعه 3. واضح سؤالك. الاجابه استاذ محمد، سمعت السؤال طال عمرك. نعم. تفضل. اي واضح يعني، واشكره يعني على السؤال، لكن. نعم. بالنسبه لي التوقيت ما له أي يعني سبب أو ما له أي تفسير ممكن أن يكون لهدف معين أو لقصد معين أو تمهيد لشيء معين أبدا يعني. هذا التوقيت صار ونزل القرار. جميل. في يوم العمل اللي هو. نعم. يوم الثلاثاء بعد العيد مباشرة. طيب، طيب هل هناك مد ساعات العمل أستاذ محمد؟ في مد لساعات العمل؟ لا لا ما في. ما في. محدد سابقا. نعم. 7 ساعات طول عمر هالوزارة. طيب معلش تحملنا، خليك ويانا طال عمرك في المقعد مع زملائك من النقابيين. أستاذ عبد الرحمن. نعم. عنده سؤال، تفضل. جزاك الله بخير أستاذ محمد. حياك الله. أنا عندي استفسار بس طال عمرك. نعم. بالنسبة للقرارات اللي تقول أن هذا قديم ومن 2006 يعمل فيه، صحيح؟ نعم. صحيح. طيب الحين في تعميم وزارة الأشغال يقول لك الدوام من الساعة 8 إلى الساعة 3 بناء على. نعم. كلامكم. نعم. فإذا. نعم. في قرارات قاعد تغير، عدل؟ طيب سؤالك، هذا سؤالك. نعم. والسؤال الثاني طال عمرك، إحنا كمؤسسة الإسكان لا نتبع لقرارات ديوان الخدمة المدنية، ليش حطيتوا. نعم. اسمنا داخل هذا القرار؟
طيب وبالسابق ما كان للعلم ترى بالسابق ترى ما كان ما كنتوا تحددون جهات معنيه او جهات بعيده حددوا الاسكان هم الحين حددوا لماذا تحديد الهيئه العامه للاسكان في القرار علما بانها سابقا لم تكن مدرجه من ضمن قرارات ديوان الخدمه؟ لا هو كل الهيئات والمؤسسات الحكوميه ما دامها مؤسسه حكوميه اذا تخضع الى قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمه المدنيه، فبالتالي لابد يعني انه يكون هناك جميع الوزارات تلتزم في هذا القرار وتطبقه. نعم. وعدد ساعات العمل سبع ساعات في كل الجهات الحكوميه. جميل. فما في جهه يعني تميز عن جهه وتقول عندها اقل او عندها اكثر. طيب ولماذا وزاره الاشغال يعني عندها قرارات تقوم فيها، هل هي قرارات من قبلكم ام لا يحق لها ان تتخذ مثل هذه القرارات؟ السؤال الطرح الأستاذ عبد الرحمن الغانم. نعم، بالنسبة لهذا السؤال وزارة الأشغال واحدة من الوزارات اللي لازم تطبق قرارات ديوان الخدمة المدنية وتلتزم في هذا القرار. يعني في تغيير سابقا يعني ما كان طبقت أو كان عندها عدد ساعات عمل معينة، الآن اللي جرى هو تصحيح للوضع. طيب هي اختارت تصحيح للوضع. طيب هي اختارت من 8 إلى 3 أم أنت وزعتها كذي التوزيعة هذه؟ لا لا هي تقسيمات طبعا حسب الوزارات، صار في تنسيق ومراسلات مع الوزارات وحددنا الفترتين، الفتره الاولى والفتره الثانيه، وهذا ترى تم كذلك التنسيق مع وزاره الداخليه وزاره التربيه. جميل. لتخفيف الضغط والتحامات الوزارات. نعم انا لان ما عندي وقت، الوقت ضيق جدا، بس اخر سؤال من الاستاذ خالد المشاري. يعطيك العافيه استاذ محمد الرومي، حياك الله، تشرف. انا اتكلم طبعا اول شيء على المرسومين اللي صدروا اللي ب 79 والثاني اللي بسنه 4/4/79، عدل؟ نعم عدل. اوكي. طبعا انتم استندتوا على الماده 82 بالمرسوم الثاني اللي من غير رقم، عدل؟ نعم. لا بالقرار 2006 ماده 41 استندتوا على المرسوم 82 بالمرسوم. نعم. الثاني الماده 82 اللي هو يحق لكم انكم تحددون اوقات العمل بصفتكم ديوان الخدمه المدنيه، عدل ولا لا؟ صحيح. نعم عدل. السؤال. يعني انا كلامي صحيح قاعد امشي معك بالقانون. نعم. وبالبنود اللي تبيها. السؤال استاذ خالد، لا قلت لا، شنو لا؟ أنا بالسؤال، شنو السؤال؟ السؤال. نعم. السؤال. أنت مدام يحق لك وحطيت مجموعتين اللي مجموعة 7.5 قلتها أول لقاء بعد، ومجموعة تخلص 2.5 ومجموعة 8 وتخلص 3، عدل؟ عدل عدل، صحيح الكلام. سؤالك أستاذ خالد. أي سؤالي. إيه؟ شو اللي استقريتوا عليه؟ لأن لازم يتغير هذا الكلام، تدري ليش؟ لأن لغاية الآن موجود في القانون أن اللي حسبتوه أن يوم الخميس كان عطلة، لا الحين صار يوم السبت، فما دامك نقلت أن يوم السبت يكون العطلة الرسمية بدل الخميس، المفروض تغير كل هالكلام، هذا القوانين كلها تغيرها من اول جديد. طيب يعني هذا سؤالك. اي هل في نقل هذه الاجازه علما بان السبت هو يعتبر يوم راحه والاجازه الرسميه يوم الجمعه؟ بس مكتوب بالقانون انه يوم الخميس. طيب يوم الخميس لازم تغير حتى القانون اللي حطيته. طيب اجابتك استاذ محمد، وهو اخر سؤال معانا هذا السؤال. اي لا يعني انا صراحه حسب ما يقول احنا طبعا استندنا الى المراسيم والقوانين اللي صادره في هذا الخصوص، واحنا مو كديوان مو حمش ان احنا نغير المرسوم الاميري او نغير القانون. هذا القانون فيه له اجراءات معينه ويتم عن طريق مجلس الامه طبعا. انا مستند على القديم، يعني ما يضر اذا كان يوم خميس او يوم للاسف احنا لغايه الان نمشي على القوانين القديمه. إذا لازم نغير. طيب اذا وجهه نظر مجلس الامه يعني يا ليت لو تبلغ. اوكي لازم نصير مجلس الامه. بس استاذ خالد، بس عشان المشاهد لا راح يسمع صوتك ولا راح يسمع صوت ضيفنا لان تداخل الاصوات معنا. استاذ محمد الرومي وكيل ديوان الخدمه المدنيه معي على الخط كنترول. اي نعم وياك. في شيء تبي تقوله بالختام؟ لا والله مشكورين ويعطيكم العافيه يعني. شكرا لك، شكرا وكيل ديوان الخدمه المدنيه الاستاذ محمد الرومي. سامحني استاذ سعيد انا وقتي جدا ضيق في هذه العمليه، اذا عندك اي تعليق تفضل. بالتركي يعني خروجه للشارع وتوضيح هذا امر محمود. نعم شيء طيب. ويا ليت كل المسؤولين عند اي قرار اصدار اي قرار تطلع من الجهه ويقول حق المواطنين ان القرار خذيناه. المواطن الكويتي بالنهايه هو يحب هذه الارض. نعم يعطي من روحه لهذه الارض. في المقابل المسؤول لما ياخذ قرار لابد انه يطلع ويقول نفس اليوم الحين. يفترض الاستاذ محمد انه طول باله شوي وقعد ويانا نستشيره في بعض الامور اللي طرحت، ممكن ان هم عندهم علم فيها. طيب اوضح لك استاذ نقطه، اوضح لك نقطه. كان هذا الموضوع امس طلع الموضوع القرار هذا، اليوم احنا مجرد اتصلنا على الديوان مجرد يعني على طول رحب بهذا الامر وقال انا حاضر وعلى استعداد تام وما في مشكلة، وهذا دورهم في النهاية يعني هذا دورهم مشكورين عليه. لكن أنا الوقت الله يسلمك نوعدك إن شاء الله في يوم من الأيام تكون موجودين في حلقة خاصة للنقابيين لطرح أغلب المشاكل، لأن إحنا محكومين بوقت وأنا معي دقيقة باجي معي بعطي الإخوان كلمة في هذا الموضوع. سامح أنا هذا اللي قصدته. أنت الحين لما يكون عندك مرسوم قديم وماشي في عليه القرار القديم اللي هو كان يوم الخميس عطلة، عدل؟ نعم. جيت بتغير أو بتتكلم فيه،
انت غير اول شيء اطلب من مجلس الامه انه يتم طلبه لتغيير اول شيء مو سويت السبت عطله بدل الخميس، غير وعدل فيه وحط لك وقت محدد بدل ما تقول لي مجموعتين، مجموعه 7:30 2:30 ونص، مجموعه 8. وقال الفكره استاذ خالد كلامه يعني رد عليك الرجل وقال لك هذا دور السلطه التشريعيه. طيب اذا السلطه التشريعيه هي اللي تقوم بهذا الدور، سؤالك هذا للسلطه التشريعيه خالد، بس هم المفروض يطلبون يجوز المجلس الاعلى يعني يطالب في هذا الامر. عنده غير يوم عطله وتحطها يوم ثاني وتغير حتى بس ختام استاذ خالد ختام، حاب تقول شيء؟ اوكي لا لا تبي تقول شيء؟ لا ما اذا عندك اي شيء تعليق هذا يعني احنا لغايه الان دائما نمشي على قوانين قديمه واحنا اصلا مو ملتزمين فيها مغيرينها، بس شلون غيرت انت خميس للاسف من دون ما تغير كل القوانين اللي فيه؟ انت بتغير شيء يا غيره صح يعني ما تغيره. واضح القانون ما يسمح له بين سؤالي، القانون ما يسمح له يا استاذ خالد انه يغير في ظل التغييرات اللي صارت. بتركي بتركي انت من متى هذا تغير القانون اللي هو صار يوم السبت عطله بدل الخميس؟ من 2006 زين؟ نعم. ليه من 2006 لليوم ما حد فكر يقول حق مجلس يا جماعه ترى نغيره لازم نغير بالشيء؟ ما فكر. اذا بالقانون لازم يغير القانون، لازم يغير. واضحه رسالتك استاذ عبد الرحمن. بتركي احنا ترى ما خذينا راحتنا صح للامانه، اللي حصل مو قادرين حتى نعلق على هذا القرار يعني صار بسرعه بسرعه ودنا بمساحه اكبر. لا بس احنا وضحنا الموضوع انه ما في زياده في عدد الساعات، النص ساعه اللي ذكرتها حضرتك في البدايه ما في. راح اعطيك الفرصه ختاما تكفى استاذ سعيد، النص ساعه ما في فيها اي تحرك عليها، السماح موجوده والدوام الجهات اللي وزعوا عليها. لا طال عمرك انا يعني ترى في ازمه راح تصير، يعني اللي داوم 7:30 متى يودي عياله؟ 6 زين يقطع عياله المدرسه الساعه 6 الصبح يعني وين يروح؟ فترة السماح موجودة اللي هي نص لا ساعة. ما في فترة سماح وهي بيها يطبقها كاملة. هو قال لك في فترة السماح ما هو جاوب قال نص ساعة موجودة. زين متى يعني اطلع الساعة كم اداوم؟ الساعة 8 واطلع الساعة كم؟ الشوارع فاضية نعم يعني اطلع الساعة اداوم الساعة موجودة يعني ما تغير شيء. انا اوعدك بحلقة ثانية خاصة للنقابيين في هذه القضايا. احنا نتمنى ان شاء الله ما اخذنا راحة وتنزل الراية استحبابا للجميع. ختام اساسي احنا نشكرك. العفو طال عمرك. في البداية الامر الثاني خطأ الساعة 3 من الحين نقول لك يا جماعه الوزارات اللي فيها خواتنا امهاتنا متى يمديها تطلع؟ متى يمديها تروح لاهلها؟ متى مو صحيح؟ منو احنا نبي نعرف القرارات هذه اللي تطلع مدروسة. من اللي يتخذها؟ المستشارين هذول منهم؟ المستشارين هذول عليهم قطر وعقال ولا لا؟ لا يا جماعه اي امر يصير بس الاخ محمد الرومي ورئيس الديوان القرارات اللي قاعد تطلع يا ابو تركي ضد الموظف ضد الكويتي. اذا قالوا احنا ما عندنا تكويت الحين ما هم موظفين هذول اهلهم في النهايه يعني هالمسؤولين ذيلا وتقول لي قطر عقال وغير قطر عقال في شباب كويتيين يداومون سبورت يعني في ناس داوم بدله يعني لا ما لا ما هي قضيه شغلة معينة. انا عارف ما هي قضيه شوف كلهم خير وبركه يعملون الكويت السؤال طال عمرك اللي يطرح نفسه تركي. ايضا المسؤولين ابنائهم يعملون في هالوزارات لا تقولوا بتركي شيء ما قلته الاخوان 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 الوافدين لهم فضل علينا بعد الله سبحانه عز وجل على الكويت ما ننكره نعم ولكن اللي قاعد يحصل ان الكويتي يضيق عليه في الزيادات اللي وصلت الرساله اللي موجوده له من خلال الدستور والقانون قاعد وفي المقابل هناك نرى زيادات للمستشارين مهوله غير طبيعيه مهوله للخدمه المدنيه احنا ان شاء الله نعدكم بحلقه نوعدكم بحلقه خاصه سامحوني هذه المره هالمره سامحوني ترى وعد منك بترك على الهواء ان شاء الله يوم موعدنا ان شاء الله راح يرتب معاكم راح تكون حلقه خاصه لكم كنقابيين نتناقش في قضايا نبي احد كثير. من ديوانكم موجود بإذن الله حتى إذا قبلوا الدعوة الدعوة موجهة لهم على الهواء يعني الجميع حياها الله وأي شخص يعتقد أنه تم يعني الحديث عنه وكذا باب الرأي مفتوح للجميع حياكم الله ووجهات النظر كلها مقبولة وكل الجماعة بالتأكيد ما جبنا كل جبنا طريق بخير تكلمنا بالمرسوم تكلمت قانونيا الأستاذ خالد المشاري الأستاذ خالد المشاري أمين سر نقابة المدنية وزارة الداخلية شكرا لك والأستاذ عبد الرحمن غانم الغانم رئيس نقابة العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية شكرا جزيلا لك وشكرا موصول الأستاذ سعيد الهاجري نائب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين شكرا جزيلا لك كل شكر الضيوف الكرام مستمرين معاكم بعد الفاصل.